هذه تمام جدا. يعني قانون الكيس الثانية دكتور 6 year female presented with repeated vomiting abdominal pain for 2 days. On examination she was all toxic, drowsy, difficult, severely dehydrated with a dry tongue. His breath was difficult. Her Her vital sign, temperature 37.6, heart rate 140, oxygen 94, body weight 20. Her mother mentioned she was ill in the last 2 weeks, complaining from malaise, fatigue, and frequent urination. So, should so investigation. يتساءل على الكيس الموجود عندنا. دكتور هو قبل اسبوعين صار عنده فاتيك وماليز وفريكونسي يورينيشن، فدكتور نخلي ببالنا ممكن صار عنده دايبتيك هو البيشنت. فحاليا جهازه هو ابدومينال بين وديهايدريشن والامور، فدكتور نخلي ببالنا ممكن داخل بدي كي اي حاليا. بالنسبه للانيشال انفستيجيشن دكتور نسويها، اول شيء دكتور نسوي له بلاد شوجر حتى نشوف اذا كان صاعد عند الجلوكوز او لا. دكتور عندنا بعد نشيك دكتور الالكترولايت، دكتور اذا صارت عند الالكترولايت ديسيربنس. دكتور نشوف مثلا عندنا شنو الالكترولايت ديستربنس تتوقع؟ دكتور هو اول ما يدخل دكتور البيشنت دكتور يصير عنده يعني دكتور سيدو هايبر كالسيميا بعد ساعه تقريبا سيدو هايبر كالسيميا دكتور بس بعد ساعه تقريبا تبدا عنده الهايبر كالسيميا. تمام زين، هذا اللي شفته بجانب الكيسز واصل لك الشير؟ واصل لك الشير؟ نعم دكتور. شنو هذا اللي بصفه؟ دكتور هذا البلد غاسز. يس دكتور هذا الارتيريال بلد غاسز. نعم دكتور نشوف اذا صار عنده سيدوسز. نعم بشوف الارتيريال بلد غاز يحل لك اياه، يعطيك البي اتش، يعطيك البي سي او 2، يعطيك البوتاسيوم، يعطيك الصوديوم، يعطيك هذه مو بنفس الوقت، هذا مو at time of presentation، هذه وقت 24 hour. هذه هو المريض اجى بالليل، هذا الصبح لزينا احنا بلاد غاز اناليز. شوف البوتاسيوم مات ترى البوتاسيوم 2.6. تمام يعني شنو؟ ترى الكريمة طالعة حاليا. والصوديوم؟ الصوديوم دكتور 130، دكتور هابونتيني. تمام نعم أنا تبدي شوفوا هذا فائدة انه الكترولايت والبلاد، فهو اهم انفستيجيشن اسوي لانهم هذول يجون اني ان اكسبلين بريزنتيشن، هم يمكن يجوك ريبيتد فومتينج ابدومينال بين او يجوك في رابد بريثينج رابد ديب بريثينج. هذا رابد ديب بريثينج شو يعتبروا دائما الناس؟ يعتبروا انه هذا المريض عنده chest infection. احنا حتى الاطباء اذا ما تاخذ هيستوري وما تسوي examination يجيك ممكن المريض انه rapid deep breathing، هو حقيقة هو عبارة عن metabolic acidosis مو عبارة عن chest infection. وياما يدخل الكيس بطارئ ويعتبروا انه هو كيس of pneumonia او اسمى ويتعالج بستيرويد ونبيلايزر، وهو بحقيقة هو ديكي، خاصة هو النيولي دايغنوز. المشكلة شنو؟ انه يجوك ميتوك هستري، يعني يجيك الشمابي هاليومين شو هذا النفس صار سريع وهو شوية كان مشغول، فهي كلمة شوية كان مشغول تخدعك او شوية سخن، فلما بديكي سويتهم لقيت فيبا فتخدع تقول شنو هذي، كأنه هذي جيس انفكشن. لكن تبقى انت الـ good examination والـ good history taking
تبدي تبين انه مثل ما اشوف الرابيد ديب بريفنج، بس اشوف من يو اسكوتيت ذا تشيست اكو جود اير انتري باي لاترال، في حين اللي هو تتوقع انت من يجيك واحد سيفير او رابيد بريفنج تتوقع اكو فد ساينس اشوف الابنورمالتي ان بريفنج ساوند ابسنس اوف بريفنج ساوند او ابنورمال مثل بولونج اكسبيراتوري فيس. يلا تتوقع انه هذا البرزنتيشن ماتيريليتد تو ريسبيراتوري بروبلم. في الحقيقه هم لا يجون ميتابوليك اسيدوسيس واللي هي تكون تشالنجينج صعبه انه تكون من البدايه واحد يخليها باله لانه هو اصلا نيولي دايجنوز فما يطوك هيستوري واضح على اللونج او الايفنت عند البيبي. ف any unexplained repeated vomiting, any unexplained severe abdominal pain, any unexplained rapid deep breathing, دائما تفكر انه تقيس random blood sugar. ياما يجون كيسات يجون acute abdomen وبعدين تطلع severe abdominal pain فنطلع هي يعني DKA وما مقبلها good history ومطي fluid فمعدلين شوية بس باقي الكونديشن نوت سولف. ف بعدين تشوف انه راندوم بلاد شوجر انه هاي راندوم بلاد شوجر زين. مهند شنو انت شو تسوي هسه هاي بالطوارئ جتك هاي الشيء شو تسوي؟ ذكر احنا اول شيء تنسوا الاي بي سي لازم نشيك ذكر بعدين ذكر الفايتال ساين نشوف صار عنده تكيكارديا صار عنده ترى خاف هايبوتنشن او من هالامور ذكر بعدها نبدا ذكر كعلاج احنا اهم شيء عندنا الفلود ذكر حتى نعوض اليورينيشن اللي يصير عندك وايد دكتور فقط هو اليورينيشن نعوض شيء بعد هو شيء يصير عندنا من وراء اليوريوبوليتيبسيا دكتور ويصير عندي دكتور دكتور ننطي سؤالين احنا دكتور حتى اللي يقل ان الجلوكوز فدكتور احنا وبعد فترة إن نطيد دكتور بوتاسيوم حتى يعوض لنا الهايبوكاليميا. بلا خلينا نشوف نجوى ويانا بلا نجوى شوف شنو رأيك ويانا بلا. شكرا مهند. نعم دكتور. هسه الكيس جبتش الطوارئ هي severely dehydrated dry tongue rapid deep breathing. زين شو سوي هسه دكتور؟ اول شغله بعد ما تقلت من الاي بي سي افتح الاي في لاين تو اي في لاين حتى اعوض بالفلود. دكتور على الشارت امشي اللي هو عند الشورت والمينتنس والديفيسيت. نعم. فحسب الايج مع البيشنت انا هنا ايش عندي؟ عندي 20. حسب الايج ما حسب البادي ويت قصدك؟ حسب البادي ويت العفو. دكتور فابدي ابلش بالشوت. عندي انا بدي انطي عشان اللتر باكيج خلال ساعه. أما المينتنانس فأقسم 10 × 10 × 10. أول 10 أضربها أول 10 من الوزن أضربها بمية، ثاني 10 بـ50 هو أصلاً 20 يعني كيلوغرام، بس أول 10 ثاني 10 هاي المينتنانس. يعني أعطي 20 × 20 جيت تطلع. دكتور هو أول 10 أضربها بمية غير وبما إنه 20 كيلوغرام. سنتي حبيبي بدايتي قلتي أعطي شوت. الشوت إيه 20 ملتر بالكيجي 20 × 20 طيب 400 هاي خلال ساعة. أي دكتور خلال ساعة خلال ساعة قاعدة أي زين.
وراها أحسب مانتنس. مانتنس العشرة الأولى بمية، العشرة الأولى من في مية يعني عشرة بمية ألف. زين العشرة الثانية والعشرة الثانية بخمسين. جيد يعني خمسمية. جيد الصيب خمسمية وألف، ألف وخمسمية. شو نعطيها شو نعطيها دكتور؟ غير حسب المعادلة يعني بعد أكمل الديفيسيت. تمام كملي لي حقي. فأجمع المانتنس والديفيسيت ونقصها من الشوت. تمام أيوة ليلي. أي دكتور. وبعدين على الوقت إنه أنا عندي 24 ساعة ناقص جد التايم أوف شوت اللي هو ساعة واحدة. شو وين هو الديفيسيت؟ الديفيسيت شو حسبتي؟ ها دكتور الديفيسيت شلون أحسبه؟ إنه العشرة في جد وزنه، هو وزنه 20 بالدرجة مالت الدي كي اي اللي هي 8.5 ماشي حسب الدي هاي. مش كده 8.5% سيفيريتي مال الدي كي اي. زين فحسب يعني المعادلة انه فهسه راح اجمع الديفيسيت. شلون حسبتي الدكتور؟ هو احنا عندنا 10 في وزن 20 في 8.5%. زين ال اي دكتور العشرة هي ب 8.5 85 في 20 هي ماشي. هنا انا عندي 2 في 5 دكتور راح تصير 1000. صار عندي 1500. لا دكتور 1700 20 في 85. اي لا احكي عن المنتنس 1500. اي دكتور ومن هناك اول الديفيسيت راح تطلع لي 1700. زين 1700 13000 هاي الصف. لا دكتور نقص 13000. شلون 13000 ملي لتر؟ 17085. بس اوقف اوقف كيف اوكي 17000 دكتور. شلون اسمع؟ انا عندي ديفيسيت 10 ب 85 فهذا البوينت ويل واحد راح تنزل 85 نفسها في 20. 85 في ضربها في 20 شلون طلع 17000؟ اي دكتور شلون طلع 17000؟ 1700. اي 1700 وين 17000؟ اي دكتور لا هسه زين زين هسه راح ارجع اجمع المانتنس. انا طلعتها 1500 ويا الديفيسيت اللي هي 1700 مجموعهم انقصها من الشوت. هون جيت طلعت الشوت 20 هي 20 ثابتة. شنو مجموعهم؟ مجموعهم شو تسوي له؟ اي دكتور اجمعهم وانقصهم من الشوت. نقصين يعني تقصين 1500 و 2700 شكل صار 2200 تقصيها من الشوت. شكل الشوت عد شطيتي 20 20 في 20 20 400 قلت زين 2200 نقصها من الشوت لو شو نقصش اي دكتور غير انقصها من الشوت وراح اقسمها على الوقت. شلون نقصي لي شلون نقصي قصدك هسه مو هاي 2200 ناقص 400 اي لا نقصين مو تنقصيها من الشوت تاخذين من عندهم الشوت نقصين من عندهم الشوت. ايش قاعد يصير؟ راح يصير 1800 1800 خوش وبعد فقسمهم على الوقت خلال 24 ساعة ناقص التايم اوف شوت. انا قلت خلال ساعة انطل 20 ملي لتر. نعم فراح يصير على 23 ساعة. تمام اذا نقلت مع اللي اسمها ميلواكي ميلواكي اكويجن هي الديفيسيت اللي يحتسب بطريقة ال 85 ميل بالكيجي 85 ميل بالكيجي
وذا مينتنس، المينتنس اللي انت قلتيها اول 10 100 ثاني 10 50 ثالث 10 20 ماينس البولس لقيتي هي البولس اللي هي 20 مل باي كي جي انت 20 مل باي كي جي within 1 hour قسميها على 23 ساعة حتى يطلع. ايوه هسه انت تقولي 2700 2800 تقسيم 23 بيطلع 117 118 مل، هذا يطلع لك الريت مال اي بي فلويد. تمام الريت مال اي بي فلويد بير اور، معناته انا راح امشي كل ساعة لازم اضبط الانفيوجن بامب ماتي انه يطي فلويد الريت مالته مثلا 118 الى 117 مل بير اور. خلي بالك في البداية إذا هو انشوك المريض البولست الأولى كان بي ريبيتد، يعني تطيع 20 مل باي كي جي انفيست أول بالساعة الثانية، إذا هو بعد انشوك المريض معناته مور ذان 10% ديهايدريشن كان بي ريبيتد. يعني دكتور أعطي بس الشوت وأشوف شوت، نعم شوفي تي وشوفي وانتظر إذا يعني ستيبل أو لا، لو بقى شوك وأرجع أنطي إذا بعد الشوك. يلا أبلش دوري المينتنس والديفيسيت. تمام إيه أنذر شوت وبعدين تنقصي مكان ما تحسبين من 23 لكم تحسبين من 22 ساعة. تمام أنت مطيتي بساعة الأولى وقلتي أوكي إذا بعد أن استيبل تعيدي هي وتحسبي من 22 وتحسبي بالبلس، يعني أنت ما تقولي مثلا طيت 400 بتنقصي مثلا 400 تنقصي 800 تحسبي، يعني أنت من الماينس من التوتال فلويد ريكويرمنت. زين شنو التايب مال الفلويد يعني حبيبي؟ الشارع مثلا؟ يس يو ار رايت، لازم نطي ايزوتونيك فلويد نطي نورمال سلاين بالفيرست اور نطي نورمال سلاين اوكي، لانه هو عبارة عن اوزموسيس بيصير لوس اوف صوديوم لوس اوف بوتاسيوم لوس اوف كلورايد، فقط خصوصا الهايبوناتريم اخاف من عندها، فاول ما نسوي كوركشن نسوي كوركشن للصوديوم والكلورايد نطي نورمال سلاين 0.9 0.9 هاي بالفيرست اور. بالسكند اور ايش نطي؟ دكتورة بلش الكترولايت اعوض شطي بوتاسيوم كلورايد فلويد شنو فلويد ايه شطي فلويد دكتورة بلش انسولين لا بعدنا هسه احنا اول كمل يعني نورمال سلاين اول لاين هسه يعني احنا خلينا نقسم اللاين اوف مانجمنت اوف دي كي انتو فور بارت، لاين مال مانجمنت اوف دي كي انتو فور بارت، اول بارت هو شنو الفلويد مانجمنت ان دي كي، فلويد مانجمنت ان دي كي، فهسه بعدنا بالفلويد مانجمنت بس انا خليت خطه احط حسبت الفوليوم طيت ديفيسيت طيت بولاس حسبت الديفيسيت على 85 مل مكان ما 100 مل باي كي جي حسبت 85 مل باي كي جي، لان الريسك اوف هايبر فوليميا من الرابيد كوركشن فقل لو الدوز مكان ما ديفيسيت من سبير تعتبر سبير ديهايدريشن تعطي 100 مل باي كي جي قل لها سوى 85 مل باي كي جي حتى لا يصير ريسك اوف فلويد اوفرلود اند الكترولايت ديستريس. فانا حسبت التوتال الكوارد اعطيتها بلس حسبت المينتنس وطلعت بير اور شقد يراد، يبقى التايب مالت الاي في فلويد التايب مال الفلويد الفيرست اور نعطيه نورمال سلاين السكند اور نعطيه هاف نورمال سلاين يسموه 0.45 نورمال سلاين. دكتور بس شوية صوتك0.45 ذاك النورمال سلاين هو 0.9% 0.5 0.9% هو النورمال سلاين. ف
في حين اللي نبدأ به بالسكند أور هو هاف نورمال سلاين اللي هو 0.45% نورمال سلاين نص ال 0.9 وهذا نكمل عليه بعد يعني من السكند أور نكمل عليه إلى أن يبدأ راندم يصير below 250 ملغرام هنا نضيف 5% جلوكوز ويا هذا الهاف نورمال سلاين إذا المريض بعد أسيدوتك بعد أسيدوتك بعد NDKA ممكن نضيف جلوكوز ووتر 5% للفلويد ريكوايرمنت نقوم نضيف جلوكوز للفلويد اللي حسبناه يعني نحسب له نخلي 5% يعني 5 غرامات وال 5% معناتها 5 غرامات ديكستروز in each 100 ml of fluid فاني مثلا نحسب له مثلا اعطيه خلال 5 ساعات او 4 ساعات اعطيه بايند معناتها اضيف ما يعادل مثلا 20 غرام جلوكوز بالبايند للفلويد حتى اوصل ل 5% ديكستروز ويا الفلويد to avoid risk of hypoglycemia from insulin treatment. هذا اذا وصل المريض عفوا دكتور وحد يس تقدر بس تعيدها ان شاء الله مال وي اد جلوكوز جلوكوز ووتر 5% احنا في بعض الاحيان يوصل هو عادة من ينزل الجلوكوز بلو راندوم يعني راندوم بلا شجر بلو 250 عادة هو دي كي اي ريزولت عادة من ينزل 250 جوا 250 فهو دي كي اي ريزولت فممكن توقف بعد البلان ماتك توقف البلان ماتك ما بيجي بس يعني شلون توقف اذا هو كان نو فوميتنج عنده الاسيدوسيس ماكو صوديوم يرجع نورمال في بعض الاحيان يبقى عنده اسيدوسيس فيصير كوركشن للراندوم بلا شوجر قبل ما يصير كوركشن للميتابوليك اسيدوسيس بهالحالة ما تقدر توقف الانسولين لان هو الانسولين تارجت هو يدخل البوتاسيوم للسيل عند السيركوليشن كلها يدخل الجلوكوز للسيل فبهيش حالة انت ما تقدر توقف الانسولين لانه يعني بعد البيشنت اسيدوتك فالتشغلوم شو تسوي تقوم تطي جلوكوز حتى تسوي كاونتر للانسولين فانت يمن يكون below 250 you had to add or still patient acidotic you had to do either add 5% glucose add 5% glucose يعني شنو مكان ما تطي بس half normal saline خلي وياه dextrose ضيف له dextrose تحسب له ضيف له 5% فعندك انت preparation مال dextrose يسموه hypertonic فضيف لازم تحسب انت ضيف الكل وشنو 5% ضيف 5% جلوكوز ضيفها للفلويد اللي عندك انت مو باكيجي هاي ضيفها للفلويد ضيف 5% هاي 5% معناتها 5 غرامات ديكستروز في كل 100 مل فشوف انت كم 100 مل تعطي انت مثلا بير اور فكل 100 مل ضيف لها 5 غرامات جلوكوز تحسبها بالبوينت اللي قاعد لك انت تحسبها جزء من 4 ساعات 5 ساعات فتطلع من 5 ساعات وتخليها بباينت واحد فتضيف هايبرتونيك تحس بحساب ما يعادل انه كل 100 مل بخمسة غرامات فتطيها بالفلويد وتخليها وتحسبها بالريت اللي انت المعتاد عليها نضيف جلوكوز او ديكستروز 5% ويا الفلويد اللي عندك اللي هو هاف مثلا اذا انت ضفت ديكستروز وبعده ما صعدت الراندوم او ما قدرت تسيطر على الراندوم بلا شوجر وبعدها كان المريض بعدها اسيدوتيك ستيت بهيش حالة تقدر تقلل الدوز اوف انسولين
ممكن ما ممكن ما تعطي 0.1 يونت بير كي جي بير اور، اليوم تعطي 0.05 يونت بير كي جي بير اور. فعندك خيارين للمانجمنت، هايش وقت اذا كان المريض ان اسيدوتيك ستيت يعني بعد ان ديكي، ولا اذا هو رجع كونشيوس ونو فوميتينج والالكترولايت مالته نورمال وصل 200-250، فبعد هو وقف البروتوكول وحول على السبكتينياس روت، سبكتينياس روت. طبعا السبكتينياس روت هسه احنا هنتكلم عن الجزء الثاني من عنده، نتكلم عن الانسولين. قبلها احنا هسه الفلويد مهمة عندنا، ليش؟ لانه اذا انت سويت اندر تريتمنت بالفلويد او اوفر تريتمنت بالفلويد هي important cause for cerebral edema. احنا الديث يصير عند البيشنت من وراء cerebral edema، فالاوفر تريتمنت والاندر تريتمنت بالفلويد هي ممكن تؤدي من الى cerebral edema. فهذه المانجمنت مالت الـ IV أو فلويد مانجمنت يكون كنت جدا حذر بيها وتطبقها لازم حذر فيها. هذا بعدنا إذا بارت 1 خلصنا الفلويد، بارت 2 حسن ويانا. حسن نعم دكتور. حسن هسه خلصنا احنا الفلويد وخلينا الخطة مع الفلويد، يا بخلونا انا في بجنب بومب حسبنا ريت مالته، عرفنا شنو نوعية الفلويد اللي لازم نعطيه بالساعة الأولى وشنو نعطيه بالساعات اللي وراها، وعرفنا إذا إنه إذا راندوم بلا شجر مالته نزل جو 250 وكان هو بعد أسيدوتك شلون شو أسوي، أضيف الـ 5% دكستروز. بعد اللاين الثاني بالمانجمنت مالتنا شنو؟ دكتور الأنسولين. تمام عاشت إيدك. الأنسولين is the second important part of management. شلون أعطي الأنسولين؟ ديكي دكتور نعطي وين الـ IV fluid؟ وين normal saline؟ شلون يعني؟ دكتور نعطي يعني 50 يونت والبتصير يعني 0.1 يونت per kg per hour. تمام إذا الدوز مالته 0.1 يونت per kg per hour، هاي الدوز. نعم دكتور. تمام شلون نعطي؟ نعطي infusion. اي دكتور انفيوجن. طبعا ممكن جلوكوز ووتر او نورمال سلاين ماكو مشكله. زين احنا باندا لازم تخلي بالك الرابيد انترودكشن اوف انسولين ان ذا فيرست فيو اور كان كوز سيرفرال ادما، فلذلك بالفيرست اور احنا عاده نعطيهم سمول دوز، نعطيهم 0.05 يونت باكج. يعني بس اذا قلنا على الدوز الاولى ايش قد تطلع لهم؟ تطلع اذا هي وزنها 20 كيلو ايش قد تطلع لها؟ دكتور 20 كيلو نعطيها احنا 0.05. لا اذا قلنا على 0.1 دكتور يطلع 2 يونت بير اور. نعم دكتور. هذه اذا حسبناها على 0.1 احنا بالساعه الاولى نخاف من الربت كوركشن، فلذلك نحاول نطي على سمول دوز نطي 0.05 فيطلع لها 1 يونت بير اور، فيطلع لها 1 يونت بير اور. فاول ساعة نطيها 1 يونت والساعات اللي بعدها نطيها 2 يونت بير اور. شلون قلت لي شلون تنطي؟ انفيوجن شلون تخليها؟ دكتور انفيوجن وذ نورمال سلاين. ممكن نورمال ممكن دكستروز 5% او دكستروز. نعم دكتور. نحسبها ونخليها انفيوجن بامب. الانفيوجن بامب يحتاج فوليوم، فاحنا شو نسوي؟ نخففها كانه ناخذ 50 يونت. نعم 50 يونت انسولين سوليوبل انسولين. شنو نوع مالت انسولين؟ سوليوبل. ونخليه 50 مل اما نورمال او ديكستروز 5% بحيث يطلع لي 1 مل بير اور او 2 مل بير اور. نخليه على شكل انفيوجن بامب، نربط الانفيوجن بامب، نخلي المريض 2 IV line، line for IV fluid و line for insulin. فأني أبدي حسب ممكن نبدي على 1 unit per hour بالفيرست اور،
بالسكند اول ما وصل الى 0.1 يونت بير كي جي يطلع لها 2 يونت بير اول. اوكي ونفس اللي قلنا انه لما يكون الراندوم ماتي بلو 250 فانا عندي تشويس انه وكان هو المريض اسيدوتيك فانا عندي تشويس انه اخفف الدوز واقلل الدوز الى 0.05 فارجع ارجعها على 1 يونت بير اور كانفيوجن الى ان السان symptoms of decay improved and you can shift to subcutaneous reaching subcutaneous regime. Yes, subcutaneous regime. خليها ببالك لما تيجي تحول على subcutaneous insulin لازم تبدي 1 hour before stopping insulin infusion. إنه تبدي 1 hour يعني أنت مثلا تقول ب11 أنا حوقف الانفيوجن مع الانسولين مريض معتنا صار ستيبل فأنت بالعشرة مفروض مضي السبكتينياس ريجيم اليوجوال ريجيم اللي هو المريض متعود أن يأخذ أو الدوز اللي أنت تحسب فيها. نعم ماشي نعم دكتور. أوكي شكرا حسن. مينا مينا نعم دكتور. هسنا إحنا عرفنا التايب مالت الإنسولين شنو نوع التايب مالت الإنسولين نعطي بديك اي اي دكتور شنو نوع هو انسولين بال شنو نوع انسولين نطي اي شنو نوع شنو نوع مات سوري قبل شورت اكتنج رابد اكتنج احنا نسمي نسمي صافي صافي احنا نسمي صافي صافي وشكله مثل المي شكله مثل المي هذا هو رابد اكتنج ماشي نطيه يعني فيوجن زين خش بعد اذا كان اني ما كان عندي انفيوجن بامب اكو فد مشكله مثلا اكو مستشفيات ما بيها انفيوجن بامب زين تدون انتو سيمان قلت تطي 1 مل قول 5 مل بير اور 5 مل بير اور يعني كميه كلش قليله يعني انت مو سهل انت تطي 5 مل بير اور وطفل هو يتحرك ممكن الفلويد يوقف ممكن يكون سريع الفلويد ممكن وبعض الاحيان وكثير من الاحيان يكون انفيوجن بامب ما عندك فاكو اكو طريقه يسموها يعني هي طريقه اللي قبل ما يجي انفيوجن بامب هي نطي الشورت اكتنج انسولين انترا ماسكولار افري 2 اور يعني قبل ما كان اكو انفيوجن بامب بس هاي طريقة هاي للبلدان الجدا متخلفة يعني مو تقولون اكو هيج طريقة ماكو هسه الكتب كلها ما مذكورة هذا الكلام ماكو واحد ما عنده مستشفى فاتحة بدون انفيوجن بامب ماكو هيج مستشفيات بس احنا موجودة اكو هيج مستشفيات هاي مستشفيات الاغلى يعني نبات السنتر هم ما بين انفيوجن بامب فبهيج حالة تستخدم الرابيد اكتنج انسولين او شورت اكتنج انسولين او انسولين صافي تعطيه اياه انتراموسكولارلي every 2 hour والدوز ما تكون مكان 0.1 يصير 0.2 يونت باكج 0.2 يونت باكج ممكن ما نطي 2 يونت بير اور نطي 4 يونت every 2 hour انتراموسكولار إلى أن سان symptoms of decay هذا إذا كان infusion ما كان متوفر عندك تعطي شغل زين بعد هسه أنا حسبنا حساب الفلويد والتايب مال الفلويد وحسبنا الإنسولين شو نعطي روت والأدمستريشن مالته بعد الثيرد بارت المهم اللي يحتاج بالديكي شنو يحتاج له مونيتورينج وكوركشن شنو؟ بوتاسيوم أطيف تمام هاش تيديش شو وقت أطيب بوتاسيوم؟ بوتاسيوم كلورايد شو وقت أطيب؟ إذا أقل من 5.5
مول ملي مول زين. هسه انا بالساعة الاولى سويت لي بلد غاز اناليسيس، سويت له قبل ما ابدي اني المانجمنت مالتي كان البوتاسيوم مالته 5.5 بعد هذا يحتاج بوتاسيوم لو بعد ما يحتاج. هي هذه اللي يكون نوع الميتابوليك اسيدوسيس، ميتابوليك اسيدوسيس يسوي شيفتنج في بوتاسيوم فروم انتراسيلولار للاكستراسيلولار كومبارتمنت. حقيقة هو السيل يكون ديفيسيت ان او ديفيشنت ان بوتاسيوم، لكن نوع الميتابوليك اسيدوسيس صار شيفتنج اوف بوتاسيوم فروم ذا سيل تو ذا اكستراسيلولار كومبارتمنت. فذاك شوف فولس هايبركاليميا، اللي هي سيدو اللي هي حقيقة السيل هي تكون ديفيسيت ان بوتاسيوم وتكون ريسك اوف كاردياك اريثميا فيري فيري هاي. لكن after correction of dehydration after correction of renal state راح تبين ال real hypokalemic state. فورا ساعة تبدي تبين signs and symptoms of hypokalemia. The major complication هو low potassium level. شوفي ستي هذا إذا عندك شير، شوفي هسه البوتاسيوم ليفل مالته 2.6 لو هذا. For every patient with DKA you should add potassium for the IV fluid plan. Every patient with DKA you should put potassium in the fluid plan or fluid requirement. Okay, till the sign and symptoms of DKA disappear. شقد أعطي فلويد؟ شقد أعطي البوتاسيوم وشنو نوعه؟ أنتي قلتي بوتاسيوم كلورايد هذا واحد من عنده. إيه بوتاسيوم كلورايد. يس وهو هذا أكثر شيء متوفر عندنا، لكن بالعالم يعطون بوتاسيوم كلورايد وبوتاسيوم فوسفيت. حتى لا يصير هايبركاليمي احنا بالفلويد عندنا كلورايد. ويعطون بوتاسيوم هم بكلورايد. فعادة يغطون 50% من البوتاسيوم على شكل بوتاسيوم كلورايد، 50% من البوتاسيوم الثاني على شكل بوتاسيوم فوسفيت. حتى لا يصير ريسك اوف هايبركاليميا. البوتاسيوم كلورايد 40 مليمول. يس يو ار رايت 20 to 40 ملي اكوفالنت بير ليتر. هنا لازم تعرفون ان البوتاسيوم سبليمنت اللي راح نعطيها هي تنطي بير ليتر مو بير كيجي، يختلف عن الكلام اللي قلناه بالبدايه بالانسولين والاي في فلويد. هنا نحسب ايش قد التوتال مالتنا، مثلا التوتال مالتنا 1700، فاني احسب بالالف هذا اعطي من 20 الى 40 ملي اكوفالنت اخلي بيه بوتاسيوم. الالف يعني شنو 2 بوينت الالف. نعم. فاوزع على 2 بوينت البوتاسيوم اللي انا احتاجه بير ليتر، يعني مثل ما قلتي 20 to 40 ملي اكوفالنت بير ليتر. البوتاسيوم كلورايد بال 1 مل من عنده يساوي 2 ملي اكوفالنت. 1 ml of potassium chloride be 2 ملي equivalent of potassium. فأنا إذا حسبت أريد أعطي 20 ملي equivalent per liter، شقد يراد لي بالبوتاسيوم كلورايد كم ml؟ إذا 20، إذا أنا قلت حسبت خلي أعطي 20 ملي equivalent per liter أريد أعطي FDB، معناته ايش قد اخلي باللتر من البوتاسيوم كلورايد. اذا انا عرفت انه البوتاسيوم كلورايد الواحد مل من عنده ب 2 ملي اكوفالنت بوتاسيوم. عرفت دكتور. لا هي مسألة حسابية لا تدخي. يعني اني اريد 20 ملي اكوفالنت. فال 20 ملي اكوفالنت بوتاسيوم، بس بوتاسيوم. ف
اللي أنا عندي بوتاسيوم كلورايد، اللي عندي المتحضرات الموجودة بوتاسيوم كلورايد، هذا البوتاسيوم كلورايد بي كونسنتريشن. البوتاسيوم كلورايد بي الواحد مل يساوي أو بي 2 ملي إكوفالنت من البوتاسيوم اللي أنا أريد. فإذا أريد 20 ملي إكوفالنت معناته جد مقابلها راح تكون، راح تكون مقابلها 10 مل of بوتاسيوم كلورايد per liter. يعني أنا أريد 20 ملي إكوفالنت، انتبهي، ملي إكوفالنت per liter. أنا ما عندي ملي إكوفالنت بالعدل، نفس البريباريشن الموجودة بالعدل ما عندي. عندي بوتاسيوم كلورايد الواحد مل من عنده ب 2 ملي إكوفالنت of بوتاسيوم. الواحد مل من البوتاسيوم كلورايد ب 2 ملي إكوفالنت of بوتاسيوم. فبالتالي من أريد أعطي بالبايت 20 ملي إكوفالنت راح تكون مقابلها شقد؟ راح تكون مقابلها 10 مل من البوتاسيوم كلورايد. هاي 10 مل بما أنه اللتر هو بير لتر، فقوم أعطي 5 مل بير 500 مل، يعني هي باينتين بكلود، فأخلي بكل باينت هم 5 مل وخلي 5 مل بالباينت الثاني، تمام؟ أوكي؟ نعم. فأخلي أقوم شغلة، أقوم أنت أقل أعطي أوردر للناس، كل ما تخلون باينت فلويد جديد تخلون وياه زائدة تكتب عليه 5 مل كي سي ال. وإذا كان مونيتورينج مالتك مثلا الصبح سويت له بوتاسيوم والبوتاسيوم بعد قليل، أو كان عنده سيمتومز أوف هايبوكاليميا، بتصعد إلى 30 ملي إكوفالنت بير لتر، وممكن توصل إلى 40 ملي إكوفالنت بير لتر، فممكن تزيد. ماشي؟ يعني ممكن ما تخلي أنت 5 مل كل 500 مل 5 سي سي، أو 5 مل بكل 500 مل، قوم أصعدها أسويها 7.5 مل بكل 500 مل فلويد، أو أسويها 10 مل بكل 500 بوتاسيوم، 10 مل كي سي ال بكل 500 مل فلويد حسب الفولو أب مالتي. شنو الساين اللي تشوفيها مال هايبوكاليميا؟ شنو الساين اللي تشوفيها أوف هايبوكاليميا؟ يعني شلون دكتور ساند؟ يعني شنو تشوفي، شلون تعرف انه مريضك دخل او ان دنجر اوف هايبوكاليميا؟ هو يعني انت شلون تشخصين هايبوكاليميا؟ هو حسب البوتاسيوم، اذا عندي لو بوتاسيوم هاي واحد بس، اي هاي واحد. وبعد طريقة ثانية، اذا انت مثلا تريدين تعرفين انه هذه بوتاسيوم القراءات مالتش صحيحة مو صحيحة، وبعض الاحيان تريدين ما كان عندك حتى بوتاسيوم ليفل، شلون ممكن تعرفين انه هذا ريسك اوف؟ سامع بالاي سي جي تشينجز اوف هايبوكاليميا؟ في هذا المريض يحتاج اي سي جي مونيتورينج او كاردياك مونيتورينج. أشوف widening مال QRS، widening of QRS، هذه danger of، يعني أنت هي السين المهمة إنه had to do ECG with widening of QRS. This is a serious sign of severe hypokalemia. بعد هما ممكن يكونون patient يكون lethargic، يشوف weak، يعني يشوف حركة الطفل كلش ضعيفة، يشوف lethargic، يعني هو يسوي muscle weakness. hypokalemia to do one of the differential diagnosis of flaccid paralysis هو periodic hypokalemic paralysis، فيصير عندهم generalized weakness وتايردنس وفاتيك. إذا ما سويت كوركشن إلي ممكن توصل إلى ECG finding، ممكن risk of cardiac arrhythmia و cardiac can't stand still. cardiac stand still. So giving potassium is a very important step for correction of DKA. If the condition of your patient is well and DKA is resolved,
but still had hypokalemia. In this situation, you can give him an oral potassium supplement instead of IV fluid treatment. يعني إذا هو كان symptoms corrected of DKA وبعد ما يحتاج IV fluid وهو رجع conscious no vomiting but still had hypokalemia, so you can give him oral potassium supplement and encourage food rich in potassium such as banana. يعني الموز rich in potassium فلن تشجعني أكل موز. اوكي اوكي دكتور شكرا. مينا ضحى ضحى ويانا. نعم دكتور ضحى. هسه احنا اعطينا IV فلويد او فلويد اعطينا انسولين واعطينا بوتاسيوم, شنو مثلا تخليني ببالك بعد other step in management of DKA patient of DKA patient يعني يعني ثاني سويت لسه اي سير فوليوم اوفرلود فممكن السيربرال ادمة نخاف من السيربرال ادمة يو رايت زين شو نعالج السيربرال ادمة is very important دكتور ديارتيك مانيتول ايش نعطي منتول منتول دكتور منتول تمام قد الدوز مالته 1 جرام بير كي جي يس يو ار رايت 0.5 تو 1 جرام بير كي جي وذن 30 مينيت يس 20 تو 30 مينيت وذن 20 تو شو هن الساين اللي تحس بالمريض او سيربرال ادمه شلون اعرف هذا المريض صار سيربرال ادمه دكتور ممكن increase brain vomiting, headache, confusion or coma, dizziness, and shortness. Headache. إذا any abnormal sign, يعني خاصة من مريض يبدأ يكون عنده sign of improvement, sign of improvement, acidotic breathing, decreased agitation. Decrease the sign of dehydration. Then after a few hours, return had the agitation or abnormal body movement, convulsion, irritability, repeated vomiting, severe headache. This is a sign of having cerebral edema. So cerebral edema expected after some hours of improvement. لذلك اكو كلمة مهمة لازم تخلوها ببالكم لما تعالج DKA لازم تخلي المانيتول بيد سايد لازم تخلي المانيتول شنو بيد سايد مو تنتظر مانيتول والله ها اجيبه من الطوارئ لو صدرية داخلية معزلة لو صداني خفار ما موجود كل كيس DKA لازم تخلي المانيتول بيد سايد صف المريض لأنهم ما تعرف شو وقت تحتاجه ممكن بلحظات يصير destabilizable of consciousness irritability fit فما يكون عندك وقت أنه تأخر وهذا كل ما تأخر risk of herniation يصير عنده hypertension risk of sudden death the major cause of death هم يكون DKA who forms cerebral edema cerebral edema لذلك لازم تكون مانيتور يكون عندكم حضري في حال استوجبت any sudden deterioration in level of consciousness يكون bradycardia or hypertension sign of brain herniation brain herniation طبعا في magic response للمانيتور يعني انت بعدك ما مخلص المانيتور within 20 minutes يشوف كل السائل مال agitation والirritability والفت كلها تروح لما تعطي مانيتور ايش قد تعطي؟ 1 دوز هو سنجل دوز 1 دوز طبعا هو الكوز مال سيربرال ادمة يعني ممكن الفلويد نوت بروبر فلويد يا اما ايذر اوفر او اندر تريتمنت اوف فلويد او
insulin either over treatment or under treatment of insulin. يعني احنا نكون عادة مسؤولين عن السبب الـ DKA فلازم نكون حذرين. ف monitor يكون bedside right. ثاني شيء لازم نحاول الجزء الثالث من management نسوي correction للـ underlying cause. يعني شنو مثلا هو الـ predisposing factor للـ DKA هو عادة infection for example chest infection for example UTI. فإذا ما تعالج chest infection ما يصير resolution للـ symptoms of DKA. شنو الكوز شنو الاتيولوجي. فالجزء الثالث أو الرابع بالمانجمنت إذا إنسولين والآي في فلويد وإنسولين وبوتاسيوم. الجزء الرابع بالمانجمنت هو treatment of the underlying cause. يعني مثلا infection كلش مهم تعالجه و appropriate dose and duration and choice. مثلا treatment for chest infection لازم تعطي treatment appropriate له. UTI لازم تعطي appropriate treatment for UTI. الدوز والتشويس أو أنتيبايوتيك إذا هو المريض يحتاج. أوكي آخر شيء تخليه على chart observation. Chart observation يشمل time hourly observation hourly observation يعني chart احنا نسميها بالساعة. كل ساعة تشيك راندوم للشجر تخلي الإنسولين تعرف ايش قد اعطيت إنسولين ايش قد اعطيت الفلويد ايش قد الريسبيراتوري ريت مالت الهارت ريت مالت يعني الفايتال ساين مالت كليتها والليفل اوف كونشسنس او ليتل ساين اوف ديكاي ديسابير. شو نعرف المريض صار نورمال رجع نورمال وي كان شيفت تو سبتينس إنسولين وين ذير از وين هي از فولي كونشس when the patient is fully conscious, when there is no emesis, no emesis, and sodium more than 130, and pH more than 100, pH more than 7.3, your job, normal blood pH. And then we can stop DKA protocol and shift him to subcutaneous management. سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور بس هو سؤالي السؤال الأول دكتور احنا بالهز يعني بالهيستوري قلنا انه هو التوكسيك زي دكتور انا شو مثلا اول ما قريت توكسيك فكرت ان هذا الكيس ممكن سيبسيس يعني لو سيبسيس جينا كونفيوزد الرتبل كذا اي ممكن يعني اي بس الان داري حكمك وطبعا ممكن السيبسيس هو همين كواز للديكي فلازم تخلي بالك اي خلي بالك السبقى الاندام مراندم هو اللي حكمك جميل خلي بالك ممكن يجون انكيبلاتيس اما نفسهم يجون انكيبلاتيس يجون انجايتيس يجون بكتيريا ما يجي سبسس فخلي احسب حساب كل شيء يعني مو بس ديكي اي واحدة نوات انا قاعد اشوف كيسات مثلا هي فيميل ويو تي اي سيفير يو تي اي ونخليها مثلا على اموكسيسيلين وشوفوها نو ريسبونس طبعا نو ريسبونس شرط اذا ما معالجه الريسك فاكتور اللي تريجر للدي كي اي اذا انت ما معالجه ما يرجع المريض ما يصير كوركشن ميتابوليزم. زين دكتور احنا احنا قلنا اول ساعة احنا نعطي نورمال سلاين الو نعم نعم نقدر مثلا على الساعة الثانية نحاول على الرينجر لاكتيت باعتبار مثلا الرينجر لاكتيت مثلا بي صوديوم اقل لا يعني من بي صوديوم اقل اي وبي بوتاسيوم بي لاكتيت بي قليل الصوديوم بي كلش قليل نيجليجبل اموت نيجليجبل اموت ما يفيدنا تحتاج good correction. هاي وحدة. Never use bicarbonate in decay. شوفوا أكو وحدة. أنت شوفوا أقول لك بعض الأحيان we can use bicarbonate for severe decay. بس هذا وين؟ هذا ما يكون عندك blood gas analysis بصفك. ما يكون عندك RCU بصفك بحيث ممكن تخلي على تيوب المريض. إحنا هنا ما عندنا هاي السوالف. فممكن انت مستيك واحد بعد يو لوز ذا بيشنت فاكو يقول لك في بعض الحالات نستخدم صوديوم بايكار فور كوركشن اوف ميتابوليك اسيدوس ان دي كي انا بالعراق اقول لك لا تستخدمها نيفر بيكوز ذير از ا ريسك اوف بارادوكسيكال اسيدوسيس بارادوكسيكال اسيدوسيس فنيفر يوز ات لانه ما عندنا امكانيه
حتى تسوي كنترول البي اتش وبايكربونات وسي او 2 مالتك وبوتاسيوم والصوديوم والكلورايد. احنا بالقوات مش يمونا صوديوم وبوتاسيوم، بالقوات نركز على هاي السوالف والبي اتش. ف never use bicarbonate and avoid anger. شكرا جزيلا دكتور. هلا سؤال قلت لك هذه only في severe cases. هو انت اما تسوي correction لل fluid overload الكدني راح تشتغل، هي محلك بعد لا تضخ الكدني. اما تسوي correction للهايبوفوليميا الكدني، هي تسوي correction للميتابوليك اسيدوس فلا تضخ فيها. طبعا بايكربونات ريسكي وهو قاعد يقول بارادوكسيكال اسيدوس فنيفر يوز ات. احنا مو قاعدين هذا الموضوع، الموضوع هذا يحتاج لاي سي يو بمعنى الكلمه. يعني لو تدري انت هذا من يدخل مريض دي كي اي، لو تدري ايش قد يحتاج لتيم ورك، ايش قد يحتاج لفاسيليتيز يلا يعبر. فاحنا ما عندنا هيك، انت نبات يجيك وعندك وياك وانت وحدك بردها ويجيك مريض دي كي اي. اي بي جي معكم؟ ايه تمام. هاف نو مثلا. نعم لا ما هو يعتبر ايزوتونيك ديهايدريشن، يعتبر تايب اوف ايزوتونيك ديهايدريشن او يعتبر هايبرتونيك ديهايدريشن. لكن بالانيشال بالميتابوليك اسيدوسيس يعني نحتاج لهاي كوركشن، يحتاج لهاي دوز اوف صوديوم كلورايد. بالساعه الثانيه بنقلل الصوديوم، فنحتاج انه يكون هو قبل كانوا يعتبروه يعني شلون نقول سيفير ديهايدريشن، فيطو ديفيسيت كليته يطو نورمال سلاين، يعني يطو 6 ساعات 7 ساعات نورمال سلاين. لكن وجدوا انه الصوديوم كلورايد لما يكون هاي ريسك اوف، يعني لما يكون الصوديوم عالي ريسك اوف سيريبرال اديما هاي، ريسك اوف سيريبرال اديما هاي. فهذه الملواكي اكويجن حلت المشكله، حلتها انه تعطي الشوت الاول ممكن تعيده، حلتها بشيء ثاني. ايش قالت لك؟ قالت لك هو تعطي مثلا واذا بعدها نشوف عيد هي ماكو مشكله، عيد هي بساعتين، عيد هي بثلاث ساعات بس وراها لا تكمل. مو مثل عافيه لا تكمل عليها المنتنس حتى لسه ريسك اوف سيربل ادمه، اللي هي ممكن سيربل ادمه فلويد اوفرلود. فتسوي كوركشن للشوك ممكن ساعة، اوكي ممكن ساعة ثانية تعيده، ممكن ثلاث ساعات تعيده ماكو مشكلة. تقدر تطي ساعتين، تقدر تطي ثلاثة، بس هذا حدك. وراها إذا صار ساند كوركشن أو شوك كافي، قلل من الصوديوم حول على نورمال سنة على هاف نورمال. مو هايبرتونيك، مو هايبرتونيك، راح أحاول على 5%، مو هايبرتونيك بس. اي ممكن تحوله بس ماكو 0.5 اللي موجود جلوكوز سلاين، موجود 2.5% with 0.45%، يعني نص جلوكوز ويا نص نورمال الموجود جلوكوز سلاين. اي الموجود هسه يسموه، او جيبه انت. انا شو اسوي هسه؟ انا بالبراكتس مالتي، بالبراكتس مالتي من الساعه الثانيه احوله على هاف جلوكوز سلاين. من الساعة الثانية أطي، ما عندنا إحنا هاف نورمال سلاين، ما عندنا بالعراق، ما عندنا هاف نورمال سلاين، يعني بس فلود اسمه هاف نورمال سلاين ما عندنا. فش أسوي؟ من الساعة الثانية أطي هاف جلوكوز سلاين اللي هو بي هاف نورمال سلاين وبي 2.5 جرام ديكستروز. بهيك حالة سمول أمونت أوف ديكستروز ما تأثر على المانجمنت مالتك، وممكن انت بعد ما تحتاج تضيف جلوكوز بعد، وتكون سيف بيريد ما تنزل لك الراندوم بسرعه. فعاده انا استخدم هاف جلوكوز سلام بالساعه الثانيه وباقي جود ريزلت. اي من الساعه الثانيه كلش افكتيف وممتازه الريزلت مالتي. فممكن بال 250 تصير كوركشن، ما عدا اذا ظل، لا مو اذا ظل اسيدوتك،
وصار كوركشن لراندم في بليش حالة ظلت تحتاج أضيف له 2.5 جرام دكستروس، يعني مكان ما 2.5 أضيف له بعد حتى يصير 5، أو لك خط ثاني تقلل الدوز مالت الإنسولين مكان ما 0.1 سويها 0.05، تقلل الدوز ريت مالت الإنسولين مكان، يعني تقلل السمولر ريت تخليها فمكان ما تطفي 0.1 يونت بير كي جي بير اور، شو تقوم تسويها 0.05، يعني مكان ما تطفي 2 يونت بير اور يقوم يسوي 1 يونت بير اور حتى تقلل الريسك اوف هايبو غلايسيميا تل ساين اوف ميتابوليك اسيدوسيس. يعني هو important step بالcorrection of metabolic acidosis هو الانسولين besides IV fluid. الcorrection مع metabolic acidosis يعتمد على الIV fluid management والrenal correction، ويعتمد الجزء الثاني على الانسولين correction. لا اي يعني الساعة الاولى اعطي نورمال، بالساعة الثانية تحول هاف نورمال مباشر. لا هي هاي، لا هي هاي الساعة الأولى هي بها نورمال، هي هالبلس أحسب بها هاي الساعة الأولى أحسبها، بعدين لما أريد أحسب على الهاف نورمال سنعين أحسب على 23، نقص من نقص هاي الساعة اللي طيتها، يعني الساعة الأولى أحسبها محسوبة إيه كل هاف نورمال إيه، بس مو شرط يجوز أنت طيتها نورمال سنعين في ساعتين، فش تقوم يقوم تسوي 22 قسم على 22 وهاي 22 كلها هاف نورمال جزء ثلاث ما لدى انت ايه اضيف عقيت على الفوليوم انت مالتك قد مالتك تطيب كل باينت مثلا اضيف لك 10 غرامات دكستروز، كل باينت تطيب 10 غرامات دكستروز ما له دخل الريت، يبقى الفوليوم كليته ايش قد انت اضيف الى 40 ملي كوفالنت بير ليتر. مو اني ما اني ما عندي ملي كوفالنت، اللي عندي مل عادي، اللي عندي بوتاسيوم كلورايد، البوتاسيوم كلورايد محضر لي تحضير مالته الواحد مل من البوتاسيوم كلورايد ب 2 ملي اكوفالنت بوتاسيوم، فنسبة تناسب اني عندي احتاج 20 ملي اكوفالنت بير لتر، هاي مين اجيب ال 20 ملي اكوفالنت؟ لازم اجيب مقابلها شنو؟ بوتاسيوم كلورايد. البوتاسيوم كلورايد الواحد مل من عنده ب 2 ملي اكوفالنت بوتاسيوم، فبالتالي إذا أريد 20 ملي إكوفالنت حتى أحطها بلتر لازم أجيب 10 مل من البوتاسيوم كلورايد، هاي حتى 10 مل مال البوتاسيوم كلورايد أخليها باللتر الواحد. زين أنا اللتر عندي 2 باينت، فشو أقوم أخلي 5 مل بهذا الباينت و 5 مل بهذا الباينت، فهي نسبة وتناسب تحضير. أي إذا شفته أوكي صار كوركشن، وإذا شفته بعد هابوكاليميا فتقدر الزيت توصل 30 ملي كوفالنت، يعني توصل مكان ما 5 مل توصل 7.5 مل تخلي بكل باينت، واذا توصل الى 40 ملي كوفالنت اذا هو كان سيفير هابوكاليميا توصل الى 10 مل بير بوتاسيوم كلورايد بير 500 مل باينت 500 تمام.